السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن. الجزائر تفقد صوابها وتتهم المغرب بالإرهاب. على بعد أيام قليلة من انعقاد جلسة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء، وفي ظل كسب المغرب لتأييد كبير لمقترحه القاضي بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا، خرجت الجزائر من جديد لتهاجم المغرب وتتهمه بالإرهاب. وزارة الخارجية الجزائرية أصدرت قبل قليل بيانا يدين ما وصفته بعمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا ضد مدنيين أبرياء راح ضحيتها رعايا ثلاث دول حسب قولهم. وحسب البلاغ فإن هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة، فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء، كما تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وأضاف ذات البيان إن الإمعان في التعدي على المدنيين من خلال جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار يمثل انتهاكا ممنهجا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، ووجب إدانته بشدة وردعه بحزم. فما رأيكم أيها المتابعون بهذا البيان؟ أتمنى أن أرى تعليقاتكم تحت الوصف، وإلى موجز جديد بإذن الله، إلى اللقاء.